هلا عمتي شلونك؟ الحمد لله خير كنعان. آسيا فيها شيء؟ لا لا ما فيها شيء الحمد لله. أنا عندها بالمستشفى هني، الدكتور طمني الحمد لله، قال ما يحتاج تقعد أكثر هني. ألف حمد وشكر لك يا رب. بس عمتي آسيا طلبت مني طلب غريب، تقول تبي أغراض من غرفتها لبيتك. بس غرفتها ما فيها شيء مهم. أدري عمتي، بس أنا عاد ما أقدر أناقشها، بروح اللي فيها كافيها. عدل كلامك، خلاص يما مرخوص. المشكلة مو هني عمتي، أنا ما عندي المفتاح وآسيا ناسية وين حاط المفتاح، فألقى عندك أنا مفتاح ثاني؟ في مفتاح ثاني بين الزرع عند باب البيت، أنا دائما أخليه هناك. بس يما رد بمكانه بس تخلص. إيه أكيد، حاضر، يلا مع السلامة.